طيب، في قلب منطقة وسنا الصناعية تقع جامعة الدلتا التكنولوجية اللي تم افتتاحها عام 2019 عشان تكون واحدة من بين 10 جامعات تكنولوجية بتقدم مفهوم جديد للتعليم الجامعي اللي بيحتاجه سوق العمل على أرض الواقع. خلونا نعرف المزيد في التقرير التالي واللي عدوا لينا زميلنا رمضان فتحي مراسل إكسترا نيوز. في قلب منطقة قوسنا الصناعية تقع جامعة الدلتا التكنولوجية التي تم افتتاحها عام 2019 لتكون واحدة من بين 10 جامعات تكنولوجية تقدم مفهوما جديدا للتعليم الجامعي الذي يحتاجه سوق العمل على أرض الواقع. جامعة التكنولوجية أحد أهداف استراتيجية مصر 2030 اللي هو المحور الرابع، استحداث مسار جديد للتعليم بحيث بيضمن التعليم الأكاديمي والتطبيقي ومع التدريب في المصانع أو في الشركات المحيطة. جامعة التكنولوجية الأقسام بتاعتها جاية من المنطقة المحيطة، هتلاقي جامعة التكنولوجية كلها في المناطق الصناعية اللي محددها وزارة التجارة والصناعة. يعني هنا عندنا منطقة صناعية بقويسنا والسادات، وبنشوف طبعا المصانع اللي شغالة وبناء عليه بنعمل البرامج بتاعتنا مع شراكة مع الشركات اللي موجودة بحيث نضمن التدريب للطلبة وكمان التوظيف بتاعهم في الشركات دي. يعني تخصصات عديدة كلها تكنولوجية وتطبيقية، والدراسة فيها عملية داخل 40 معملا مجهزا بأحدث الأجهزة والمعدات، فضلا عن التدريب خلال العام وفي الصيف في المصانع المجاورة. عندنا مثلا تقريبا في حدود 40 معمل داخل الجامعة بيخدموا 6 برامج تكنولوجية، اللي هم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد، برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. عندنا معامل CNC بتخدم أكتر من تخصص، زي مثلا تخصص تكنولوجيا الميكاترونكس وتخصص كمان تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لأن طبعا بتبقى مناسبة إن هو يقدر يصنع أجزاء المطلوبة للأطراف الصناعية. الإقبال على هذا النوع من الجامعات بات لافتا، فالطالب قبل أن يخرج من هنا تنتظره فرصة عمل غير تقليدية تعتبر حقا من وظائف المستقبل. الدراسة هنا بتتطبق بشكل عملي أكبر، لأن النظر هنا بيتم تطبيقه بنسبة 40% والجانب العملي بيتم تطبيقه بنسبة 60%. يعني مثلا احنا في منطقة صناعية هنا في قوسنا، في عندنا منطقة صناعية اللي هي حوالين الجامعة دي، مثلا بنشوف الأقسام أو المصانع محتاجة أقسام زي ايه مثلا، ونبتدي نوفر عندنا هنا في الكلية. دايما الجامعة هنا بيوفر لنا ان احنا مثلا تدريب صيفي، وبرضه بننزل في شركات ومصانع هنا في المنطقه الصناعيه. ان شاء الله اقدر اشتغل في احدى الشركات المهمه في مصر في تخصصي، تخصص الطاقه الشمسيه والتطبيق بتاعها، وان شاء الله يعني ربنا يكرمني واكون وجهه مشرفه لمصر. الجميل ايضا في جامعه الدلتا التكنولوجيه انها تتيح برامج عمليه بينيه، وهي تخصصات تتطلبها بل وتطلبها المصانع لفترة ما، ثم تتغير هذه البرامج مع تغير احتياجات السوق. برامج تطبيقية ومعامل داخل الجامعة تزيد عن 40، وفي الخارج مصانع في منطقة قوسنا الصناعية التي توجد بها جامعة الدلتا التكنولوجية، وهي واحدة من 10 جامعات تم إنشاؤها منذ عام 2019 إلى عام 2022. هذا النوع من الجامعات كانت تحتاجه سوق العمل في مصر وأصبح الآن واقعا. رمضان فتحي، إكسترا نيوز.